من حي احنا شباب يمكن يا استاذ هيثم واحنا بنقول اول شيء بنحييك عشان صورت وان شاء الله نتلاقى اخرى جمعه خير جمعه خير لخميس الشباب وبنقول احنا ان شاء الله هيثم نيجي عليك وانت عايز هالشباب شباب ابنك ان شاء الله باذن الله شايف العج علي ثلج يقول عج ان شاء الله وانا من عارف بقول لك يا اسم سوي سوي الفوج هذا ومنك فوج تحت شايفه باسم هكذا كنت دائما باسما في وجه الجميع لكننا أحببنا مناداتك بالفيل الفيل صاحب الحجم الكبير والصوت المرتفع ولكنك فيل بقلب الطفل أحببت الجميع لذا أحبك الجميع فكنت صديقنا جميعا ولكل واحد منا معك قصة وحكاية فالأطفال يحكون كيف كنت تلاعبهم فتخيفهم أحيانا وتضحكهم مرات عدة يتحدثون ويتذكرون كيف كنت تحضر لهم الكتب والقصص كيف كنت تواظب على الاهتمام والعناية بحديقتهم أما العجائز في القرية فيقصصن علينا كيف اعتدنا على زيارتك لهن وسؤالك الدائم عنهن أما الأماكن والحارات فإنها تتذكرك وتذكر كيف كنت تتنقل من مكان إلى آخر في نفس الدقيقة وفي نفس اللحظة فالقفزة الأولى تحية لشارع هنا وفي القفزة الثانية سحبة أرجيلة هناك طبعا قبل تكريم الجرحى نكرم السيد نيفا نستكي تقديرا لجهوده ولوقفته معنا فليتفضل
عمر هشام عبد المجيد برنات عمر تحية لعمر باسم إبراهيم أبو رحمة فيل محمد عبد الكريم الخطيب زعتر يا مدمر فيك البنيان خليت الشعب العربي يغلي غليان زعتر يا مدمر فيك البنيان خليت يلا فيل فيل مع بعض عليها وعليها العيد بنحييها زي يوم ريشون يوم ريشون لافغانوت ببلعين يعني ريشون هو الفيل باسم ابو رحمة اخش للضبع ونفال وهم نتلو بمكوت على رشلو زي يوم ريشون لا لا للجدار لا لا للجدار والجدار بده ينهار والجدار لازم ينهار فيل لم تتغيب يوما عن إداء واجبك الوطني فكنت فرحا وأنت متطوعا لتكون أول المبادرين حتى مع أعدائك تعاملت بإنسانية المقاومة الشعبية يا عيش لا تستحد عضلك بلك مجيعة روح
الغنيم للوحدة الوطنية للوحدة الوطنية ضرب علي من راسه سمع ومن ورا الحديد بالروح بالدم نفديك يا سائل بالروح هذا منيح انا الكتل ولا نفديك يا سائل بالروح بالدم خش عليه خش عليه يلا شهيد بس ولا يا باي صور صحافه صوروا صوروا ضبطك عليها يا انسان الاسيركم طلال وعبد الله وهذول اخذوهم كذبشوهم اخذوهم فتشوا اكرم طلال اكرم طلال كلم انا اهفر ومجنون فلتوا اخذ عبد الله ديني ولاد صغار بك معتي اكرم وصلت السلام هلا شيخ قلنا سهية هلا هلا يوم الشباب سلامتك غدا اليوم الحمد لله على السلامة على التلفزيون على التلفزيون على التلفزيون أبوك أنت الحمد لله على السلامة عم شاي الحمد لله على السلامة هذا سلاح جديد استخدموه اليوم في المواجهات كل ما تجيب هاي لها هاي زي اياد من هذه انجرح كدور 40 ملم اياد انجرح من هذه هذا مال الشام على ان افانين بخلال وزي مسيره شل كي بده رتسي افانين بس احنا لو رتسي افانين بخلال يعني رتسي شلوم يعني لو افانين هم تعتسو بغاز بصوت بمطاط هم رتسي يعني بعيوت لو احنا نيجي عليهم مسيره سلميه رتسي يعني بعيوت بس احنا لو رتسي بعيوت احنا بس شحرروا عبد الله وشحرروا الاسرائيليين نخون ولا لو خلاص ليخ لي عزة يا زلمة نخلص هنا في قناة بخلال ما تشرت منك ولا كلمة تفتح منك ولا كلمة تفتح منك هان هالك تفتحش منك خلاص خلاص دخل غزة ما يلا 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 شحرروا انتوا شحرروا انتوا شلوش اسرائيليين خلاص انت قاعد هان بصالح جار حاول تحت بصير شفانيم حاول تحت انا فانيم ما بس انت بدك حجار بدك فانيم انا فانيم ما ولك لماذا لماذا ما شحرون شلوش اسرائيلي ما يلا ليخ زي ما زالتوف زي ما زالتوف يلا ما ايوان ليش عم كيف بالسدر بالسدر ايش انا فنيم مش رامه من البيت خلص بالعجزه ولك تضبط طب كاتسين يا
لشام احورا انا فانيم لشام احورا لشام احورا انا فانيم بس انت هان في افانيم لشام تيل لماتا لماتا سا سا لماتا ها كين 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 يلا سا كين بالسدر وانا بالسدر 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 خلايا كتسي سا ايوا خلاص ولك طب دخيل السرطة لشام ولك زيك فاركتان زي عيسى ما ولا ولا ولك وين ما علينا كاتسين 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 لماتا ليخ يعني واحنا ليخ بيتا ليخ بجيب بيم واحنا ليخ بالرجل اللي كفرش لانه ما سبيك ان أز... ان أدا... ان ان في قناه خلاص احنا رتسي شلوم ما ناسي ما ناسي زي ليدي الكتنين ما ناسي ما لا زي كفار كتان كل اسرائيلي يمكن زي كفار كل اسرائيلي زي اسرائيلي رتسي شلوم نصير احنا وياكم اولاد العم احنا وبالاسرائيليين اولاد العم يعني حوت خبيبي باسم خيال شبو عمار شبو عمار باكا وكف وكف باك دانو دانو والله طيب الدنيا عندهم مشبحة ويا لدي مبادو شو كتير كتير قمرنا والله بدك صراحة مدام هم كلاب هيد ماري ما تكافر تعفينا كجري نهدك يا الجدار وبدنا نهدك يا الجدار والشعب مولع النار والشعب مولع عليك يا فلسطين وفيفا فيفا فيفا بالشعب في صباح اليوم الذي استشهدت فيه زرت بيت خميس الذي أصيب قبلك بثلاثة أشهر بجراح خطيرة بنفس نوع الذخيرة التي قتلتك. أيقظت خميس وناولته الدواء لتزور منزل رامي المصاب بالسرطان لتذهب إلى رام الله لشراء حبة أناناس لطفلة اشتهت لتعود قبل الظهر حتى لا تتغيب عن المشاركة في مسيرتنا الأسبوعية ضد الجدار والاستيطان. الدفار اتسويش معيوت اتسويش معيوت مازي مازي مش قاعدة زي مازي مازي. فقبل إصابتك بلحظات كنت تستجدي الجنود لوقف إطلاق النار لتخرج قطيعا من الأغنام من بين الأسلاك الشائكة وبدلا من ذلك أطلقوا عليك النار لتسقط شهيدا. Yeah.
عزيز ولا خسارة ولا اختخوت عزيز. يلا عبد الله. خش هرموز يا. ليك يا كاسين 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 تسمع انت حركة اخد اسرائيلي ليك يا ليك يا تراسي امبولات امبولات فيه فيه فيكم ليه كيف بتصوع فيل 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 امبولانس فيل ليش بتصوع تفسيكو ليش إن الجماهير الغفيرة التي حضرت لتشييع جثمانك قد أحبتك كما أحببتها. أما في القرية فإننا لم نستوعب بعد غيابك عنا ونتخيلك معنا وبيننا رغم معرفتنا بأننا نزفك شهيدا. فيل، لقد كنت حبيب الجميع، لقد عرفنا مدى حبنا لك، لكننا لم ندرك كم سنشتاق إليك حتى افتقدناك. فأصبحت رمزا لبلعين كما أصبحت بلعين رمزا للمقاومة الشعبية. الفيل المحبوب، فلتركض روحك بسلام وأمان، ولتعلم بأننا سنكمل عنك المشوار.